قتلت خير الناس حمزة بن عبد المطلب، ثم بك قتلت شر الناس مسيلمة. هل أمشي بعد اليوم بين الناس كما يمشي أحدهم فلا يقولون قاتل حمزة؟ وقد أوتينا أولا من قبل الأعراب، انهزموا بنا وعودونا ما لم نكن نحسن، حتى أمر خالد أن يمتاز الناس فيقاتل كل حي تحت رايته، فاستحى الناس من الفرار، وكان النصر والفتح والحمد لله. وأشهد يا خليفة رسول الله أن خالدا قد أقحم في طلب الشهادة حتى أعذر، وصبر حتى ظفر. حتى قلنا له: الله الله يا خالد، فإنك أمير القوم ولا ينبغي لك أن تقدم وتقحم، فإنك إن أصبت وهن القوم، فيقول: والله إني لا أعرف ما تقولون، ولكني لا أراني أصبر وأخاف هزيمة المسلمين. ولو كانت الشهادة أقرب إلى من يتقدم ويتقحم في العدو لكان خالد أول من استشهد. صنعه عمك زيد بن الخطاب؟ طلب الشهادة فأكرمه الله بها. هلك زيد وأنت حي؟ ألا داريت وجهك عني؟ سأل الله الشهادة فأعطيها، وجهدت أن تساق إلي فلم أعطى. رحم الله زيد بن الخطاب، سبقني بالحسنين، الإسلام والشهادة. قتل حتى أثخن في العدو، وقتل الرجال بن عنفوة قائد جيش مسيلمة لعنه الله. والله لا أنساه أبدا ما هبت ريح الصبا، حتى ألقاه على موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فقد كان والله من أبر الناس وأوفى الناس، وكان يؤثرني على نفسه مذ كنا صغارا، وكنت غليظا، وكان رفيقا. تشهد في اليمامة؟ وأنت تبكي يا أبا جندل، وقد من الله على أخيك بالشهادة إن شاء الله، وصار إلى صحبة خير من صحبتنا، وحياة خير من حياتنا. لا نحن أولى بالبكاء على أنفسنا، لا ندري ما يصنع الله بنا فيما بقي من أجالنا. لكننا نعرف ما ينبغي أن نفعل يا أبتي. كان سباقا إلى الحق دائما، وكان إذا اعتقد أمرا عمل به ونكب عن ذكر العواقب.
لا يعلم حتى يعمل. فما قعودنا في مكة يا أبتي؟ وسرايا الجهاد تخرج من المدينة بأمر الخليفة، وإني عزمت على الإقامة هناك حتى يوجهني خليفة رسول الله حيث يرى، لعلي ألحق بأخي. وأنا على إثرك يا أبا جندل، على إثرك وإثر ولدي عبد الله رحمه الله. أخيراً يا أبا جندل، وكنت أقول أما آن له أن يتحرر من قيد أبيه؟ بلى، أخيراً تحررت من قيد أبي. تحررت من قيد أبي. يا أبا بكر، إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وأني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، وأني أرى أن تأمر بجمع القرآن في مصحف، فهو الآن متفرق في الرقاع والسعف والعظم وصدور الرجال. كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله خير، بلى، قد تعهد الله بحفظه، ومن ذلك أن ييسر الأسباب ويهدي خلقه للسعي في مراده. وما زال هذا الرأي يتقلب في رأسي منذ جاءنا خبر اليمامة بمقتل أصحابنا، حتى شرح الله صدري له. أجل، والله إنه خير، فامضي فيه يا أبا بكر. نعم الرأي، ذلك أجدر وأحوط. من نكلف بتتبعه وجمعه؟ زيد بن ثابت، إنه شاب عاقل وثقة، وكان يكتب الوحي لرسول الله. السلام عليكم يا أبا الخطاب. وعليكم السلام، كيف أصبحت من الإسلام يا عيينة؟ مسلم والحمد لله، انقضى ذلك الأمر يا عمر. وما فعل صاحبك القديم؟ تعني طليحة الأسدي؟ علمت أنه نزل في قبيلة كلب وأنه رجع إلى الإسلام وترك الكهانة. تلك كانت وسيلة أراد بها غاية فلم يصبها، ثم حمل على الحق حملا كشأني. فما وراءكما؟ قصدناك لتشهد على هذه كما أمر أبو بكر. وما هذه؟ أنا وصاحبي الأقرع بن حارس قدمنا على خليفة رسول الله، وقلنا إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعنا إياها لعلنا نحرثها أو نزرعها، لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم. فاستشار فيها من كان عنده، فأشاروا عليه أن يفعل، فكتب لنا بها هذا الكتاب وشهد عليه القوم، وقال لا يتم ما فيه إلا بشهادة عمر، فانطلقا إليه فأشهدا، وها نحن عندك. أو قد فعل؟ أرني أنظر ما فيه. ويحك يا ابن الخطاب، ما تصنع؟ كتاب الخليفة. أولم يقل لا يتم إلا بشهادتي؟
فوالله لا أرضى. ارجع. بأي بلاء في الإسلام تستحقان أن تقطعا أرضا عظيمة دون سائر المسلمين؟ أما علمت أن رسول الله أعطانا من أنفال حنين؟ إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما. لا رعى الله عليكما إن رعيتما، تقلون عند الفزع وتكثرون عند الطمع. إنك والله لفظ غليظ، ولا نشكونك عند خليفة رسول الله. أنت الخليفة أم عمر؟ ما يقول هذا الرجل؟ بل هو لو كان شاء ورضي بها. أخبرني عن هذه الأرض التي اقتطعها هذان، أرض هي لك خاصة أم للمسلمين عامة؟ بل للمسلمين عامة. من حملك على أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا، فهم والله جميعا أصحاب تلك الأرض. قد كنت قلت لك إنك على هذا أقوى مني، ولكن غلبتني وأبيت إلا أن تحملها علي. فالحمد لله أني فعلت وحملتها على من هو خير مني، وخير الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق. هذا كتاب من المثنى بن حارثة الشيباني، وقد علمنا بلاءه مع العلاء بن الحضرمي في قتال أهل الردة في البحرين، وهو من أهل تلك الأنحاء، فلما انفضت حروب الردة هناك لم يسكن، فخرج برهطه في إثر الفرس الذين عاونوا أهل الردة فقاتلهم وأغار وأوغل حتى بلغ النهرين دجلة والفرات، فأقام على أطراف العراق كي لا تؤتى من قبل أهل فارس وأحلافهم من عرب العراق، وقد فعل ذلك طوعا من نفسه. وجاء في كتابه يقول: أمرني على من أطاعني من قومي ومن يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي. فبما تشيرون؟ أما الرجل فمن خير الناس، ولا نزكي على الله أحدا، ليس بخامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد، وما أحسبه طلب الإمارة على أصحابه لأمر الدنيا، فهو أميرهم على كل حال، ولكنه أراد أن يجعل أمره في أمر الخليفة، فينتدب الناس للقتال معه على ذلك، ثم يستمدك على عدوه وعدونا. ما كان الفرس ليتركوه وما هو عليه في أطراف العراق، ولكنهم شغلوا عنه باضطراب ملكهم كما علمنا. فإن زاد خطر المثنى وخافوا على ما في أيديهم مما يلي الحيرة جمعوا له، ولا طاقة له بهم. لا يصلح مع الفرس المناوشة والغارة، إلا أن نوجه إليهم جيوشا تقاتلهم في ملكهم على ما في أيديهم حتى يتم أمر الله كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا خليفة رسول الله، هذا هو الرأي وهذا هو الوقت، فقد استقامت جزيرة العرب على أمر الله، واكتسب جندنا مهارة في الحرب لم يعهدها العرب قبل الإسلام. فإذا خرج العرب إلى قتال الفرس توثق اجتماعهم وصاروا كالبنيان المرصوص بإذن الله، ونسوا ما كان بينهم من قتال وثارات وضغائن. فإن كنا فاعلين فهذا هو الوقت. فإذا جاءك كتابي فانهض إلى العراق حتى تدخلها من جنوب غربها،
وابدأ بالأبلة وتألف الناس وادعهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا فخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم، وأحسن إلى الفلاحين وأقمهم على أرضهم ولا تثقل عليهم ولا تكره أحدا على السير معك. وأمرت المثنى بن حارثة أن يلتحق بك، وأنك الأمير ما أقمت معه، فإن شخصت عنه فهو على ما كان عليه. وإني أمدد لك بالقعقاع بن عمرو التميمي، وهو رجل بألف رجل ولا يهزم جيش فيه القعقاع. معشر المسلمين، هذه أول وقعة لنا مع الفرس، وليكونن لها شأن عظيم. ولقد علمتم أنهم سبقونا إلى الماء فجاردوهم عليه، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. فليخرج لي أمركم بعد إذني.
خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق. أما بعد، فأحمد الله تعالى إليكم وقد لقينا العدو في كاظمة فأظفرنا الله بهم وقتلنا منهم مقتلة عظيمة. أما من فر منهم فأتبعتهم المثنى بن حارث يطارد فرولهم، فأمدهم صاحب فارس بجيش عظيم عليه أحد كبرائه، فعجلت إلى موضع المثنى في موضع يسمى المذار ولحقت به قبل أن يلقى جيوش فارس وهم لا يتوقعون وصوله. فلم نلقي أثقالنا حتى ابتدرناهم، فلم نمهلهم حتى قتلنا قادتهم فأوهن الله قلوبهم، وما هي حتى أسلمونا أدبارهم. بعد المذار حتى لقينا جيوشا أخرى منهم في الولجة من قبائل بكر بن وائل، وقد جمعوا لنا من يواليهم يحسبون أنهم أدرى بقتالنا. وعلى الجميع قائد من أعظم قادة الفرس هو بهمن جاذويه، فقسمت جيشي ثلاث فرق وأمرت اثنتين أن تستترا، فإذا حمي القتال باغتت العدو من الخلف والجانب، فنصرنا الله عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. ثم لم نلبث طويلا حتى لقيناهم كرة أخرى في موضع يسمى أوليس، وقد جمعوا فيها لنا جمعا عظيما يريدون أن يثأروا لأنفسهم مما وقع بهم. فلما وصلت بجيشي إلى عسكرهم وكانوا على طعامهم فأعجلتهم عنه، فقد جئت على تعبئة كاملة وهم يظنون أننا نعسكر أولا ثم نعبئ الصفوف، فأخذناهم من كل جانب حتى من الله علينا بالنصر. تلبعوا تلبعوا، المسلمون قادمون.
المسلمون. غنمنا منهم عددا من السفن نستعين بها إن شاء الله على نقل رجالتنا وأثقالنا إلى الحيرة. الحمد لله. بشراكم اليوم يا أهل المدينة، نصرنا الله على جند فارس. هذا أول انخذال أمرهم، وليتمن الله الباقي حتى يدخل جندنا المدائن بإذن الله. عدا أسدكم خالد بن الوليد على أسدهم فغلبه على لحمه، عقمت النساء أن يلدن مثل خالد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هيا ليصعد أهل السفن إليها كما رتبنا، ثم يمضي سائرنا بمحاذاتهم. لا نتوقف حتى نرى قصور الحيرة. الوعد الحق، وما هي حتى تبصر الخورنق ثم قصور الحيرة؟ ومن ملك الحيرة؟ ملك العراق. اللهم أنجز وعدك ووعد رسولك. فوالله لقد سمعته يبشر بها أول ما جاهر بدين الله، وهو مستند بظهره إلى الكعبة يدعو الناس، وهم بين مصدق ومكذب ومستهزئ. ولم يخطر لي على بال عندئذ أنني سأكون أول من يشهدها، وأن الله يرويها. اللهم منك العفو على ما فات مني، ولك الحمد على ما عقبت. فيما أنت يا أبا بكر؟ قد اشتد البرد يا عمر، وهذه أكسية أوزعها على أرامل المدينة. ألا أصحبك فأصيب شيئا من الأجر إن شاء الله؟ افعل. يا أبا بكر، هذا المال الذي أفاء الله به علينا
أراك تقسمه بين الناس فتسوي بينهم في القسمة، فكيف تسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح؟ ألا تفضل أهل السوابق والفضل والقدم؟ أما أهل السوابق والفضل والقدم فقد عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وهذا معاش، والأسوة فيه خير من الأثر. فوالله لا أفرق بين سابق ومتأخر، وبين الحر والمملوك، والمرأة والأمة، فكلهم رعيتي، وكلنا عيال الله. وبيت المال ألا تقيم عليه حارسا؟ وما حاجتي إليه وأنا أقسم المال بين الناس وأجهز به الجند، فلا يبقى منه ما أحتاج معه إلى حارس. اتق البرد يا أختاه بهذا الكساء. جزاك الله عنا خيرا يا خليفة رسول الله. قد دعوتكم اليوم لأمر عظيم أستشيركم فيه، فالله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه، قد من علينا بفتح الحيرة وتلك الأنحاء من العراق، وقد أردت أن أستنفركم وأستنفر الناس إلى الروم بالشام، فليشر علي كل امرئ بمبلغ رأيه. الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه، والله ما استبقنا إلى شيء من الخير إلا سبقتنا إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد والله أردت لقاءك لهذا الرأي الذي ذكرت، وما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن، فقد أصبت أصاب الله بك سبل الرشاد. وليست دواعي فتح العراق أكثر من دواعي فتح الشام، وهو أمر وطأ له رسول الله في مؤتة وتبوك وبعث أسامة. وما يزال الروم منذ ظهر أمر الإسلام واجتمعت عليه كلمة العرب يضيقون على ما يليهم من أرض الجزيرة، ويغيرون على من أسلم من قبائل العرب هناك، ويقتلون رسولنا ودعاتنا. والآن وقد تسامع بأخبار ما فتح الله علينا من أرض العراق، حميت نفوسهم وخشوا على ما في أيديهم، فإن لم نجمع لهم ولم نقاتلهم في الشام جمعوا لنا وغزونا في عقر دارنا، فالبدار البدار يا خليفة رسول الله. يا خليفة رسول الله، إنها الروم وبنو الأصفر حد حديد وركن شديد، فالرأي عندي أن تبعث إلى أقاصي اليمن وإلى ربيعة ومضر فتجمعهم إليك، فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك، وإن شئت بعثت على غزوهم غيرك. ماذا ترون يرحمكم الله؟ رأيي يا خليفة رسول الله أنك ناصح لأهل هذا الدين، عليهم شفيق، فإن رأيت رأيا علمته رشدا وخيرا وصلاحا فاعزم على إمضائه غير ظنين ولا متهم. صدق عثمان فيما قال، ما رأيت من رأي فأمضه، فإن سامعون لك مطيعون ولا نخالف أمرك. أقول مثل ما قال عمر وعثمان وسعد. ماذا ترى يا أبا الحسن؟ أرى أنك مبارك الأمر، ميمون النقيبة، وأنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت إن شاء الله. تجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام، فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم عليكم، وإني مستنفر معكم أهل اليمن ومضر وربيعة، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم، ولتحسن نيتكم وسيرتكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الناس، أيها الناس، انفروا إلى جهاد عدوكم الروم بالشام. يا معشر المسلمين، خليفة رسول الله يستنفركم جهاد الروم بالشام، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما لي ينادي في الناس أن ينفروا في سبيل الله ثم أقعد من خلفهم؟ فقد عزمت على الخروج معهم، فأذن لي رحمك الله. ما لي غنى عنك يا بلال؟ يا أبا بكر، إن كنت إنما اشتريتني واعتقتني في ذلك الزمان لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني واعتقتني لله فدعني وعمل الله. لا والله يا بلال، ولكنك تعلم حبي لك، ويحزنني أن أنظر فأجد مدينة رسول الله قد خلت منك وانقطع صوتك بالآذان فأستوحش. قد علمت يا أبا بكر أني ما أذنت بعد رسول الله إلا خنقتني العبرات وانقطع صوتي، فلست أؤذن لأحد بعد اليوم. لا بأس عليك يا بلال، لا بأس عليك، أعاننا الله على فراقك.